السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس كونكت ساكس، أهلا بكم مرة تانية مع شرح وحل تدريبات كتاب استاب هاد، واللي بدأناها بالمراجعة اللي هو عاملها على الصف الخامس. كلامنا النهاردة عن الأدفيرب، أدفيرب اللي هو الحال أو الظرف، وطبعا الحال بتاعنا والأدفيرب أوف مانر يعني حال الطريقة، لأن الظروف والأحوال كتير، لكن الحال بتاعنا النهاردة هو حال الطريقة. تعالوا يلا نبتدي، بس قبل ما نبتدي لو ما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. شكل ما قلنا حبايبي احنا هنتكلم عن الادفيربس، بس الادفيربس ايه؟ الادفيربس اوف مانر يعني احوال الطريقة. وليه سموها احوال طريقة حبايبي؟ لانها بتوصف طريقة حدوث الفعل، يعني بتبين لنا الفعل بيتم ازاي، وده السؤال عنها بيكون بكلمة هاو. يعني دايما بسأل نفسي هو بيعمل الحاجة دي ازاي، فابدأ اجيب الاجابة بتاعتي ظرف or adverb. شكل ما احنا عارفين حبايبي وقلنا في الصف الخامس ان الحال بجيبه من الصفة باضافة الواي، يعني مثلا عندي كلمة slow تبقى slowly، bad تبقى badly، happy تبقى happily، quick تبقى quickly. طيب قال لي هل كل الظروف الاحوال كده بتاعت الطريقة؟ قال لي لا طبعا. ليه؟ اكيد في احوال شاذة. يعني في احوال شاذة يعني هتلاقيني ما بضيف لهاش الواي. شكل مثلا كلمة hard يعني صعب، وعندنا برضو hard يعني بصعوبة. اذا شكل ما هو fast يعني سريع، وfast يعني بسرعة. طيب انا هعرف ازاي انها صفة او حال؟ قال لي الموضوع بسيط جدا، قال لي لو كانت بتوصف اسم هقول عليها صفة، طب لو كانت بتوصف طريقة حدوث الفعل قال لي هقول عليها حال. يعني لو انا قلت لك بص لي على الجملتين دول كده، احمد is fast، احمد runs fast، دي fast ودي fast، بس يا ترى هل نفس المعنى واحد؟ هتقول لي لا طبعا. احمد is fast يعني احمد سريع، fast هنا حبايبي بتوصف احمد. طالما fast بتوصف الاسم فبالتالي هقول عليها صفة، احمد سريع. اما في الجملة التانية بيقول لي احمد runs fast يعني احمد بيجري بسرعة. لو سألتك هو هنا انا بوصف مين؟ هتقول لي لا ده انا بوصف الطريقة اللي بيجري بيها احمد. طالما بوصف الطريقة اللي بيجري بيها احمد حبايبي فاذا انا بوصف طريقة حدوث الفعل، ففاست هنا حال مش صفة، يبقى فوق صفة لانها بتوصف اسم، وتحت حال لانها بتوصف طريقة حدوث الفعل. طبعا في احوال شاذة تانية، شكل جود جيد، ويل يعني بشكل جيد. يبقى تاني حبايبي الصفة بتوصف اسم، الحال بيوصف طريقة حدوث الفعل. تعالوا نشوف يلا التمرينات اللي هو مديها لي على الكلام ده. نمبر 1 بيقول لي the tortoise walks، السلحفاة بتمشي، يبقى انا هنا بوصف طريقة مشي سلحفاة. طيب هجيب slow ولا slowly؟ هتقولي لا slowly، انا عايز حال. نمبر 2 بيقول لي she can't run A in the street، ما تقدرش تجري ايه، يبقى انا عايز اوصف طريقه الجري، فتقول لي quickly بسرعه. نمبر 3 بيقول لي I'm a rider، يعني انا راكب سريع، هتقول لي انا هنا بوصف مين؟ هتقول لي بوصف الرايدر، ده اسم، فبالتالي لازم اقول I'm a fast يعني سريع، الباقي ده حال. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي he was A yesterday، هو كان ايه امبارح، طبعا هنا انا بوصفه هو، بوصف الضمير بوصف الفاعل، يبقى انا عايز صفة مش عايز حال، يبقى he was nervous يعني كان متوتر او عصبي. نمبر 5 بيقول لي she speaks، هي بتتكلم، يبقى اذا انا عايز اوصف الطريقة اللي بتتكلم بيها، فهقول nicely يعني بشكل لطيف. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي the teacher is shouting A، طبعا هنا انا بوصف الطريقة اللي بيصيح بيها المدرس، فإذا أنا عايز حال، يبقى إذا لازم أقول angrily، angrily يعني بغضب، إنما loud و angry صفات. تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي he is a driver، طبعا قلنا حبايبي إن الصفات دايما معروف إن بيجي قبلها verb to be، بس اللي بأكد لي كمان إن أنا بوصف الدرايفر، فبالتالي لازم أقول careful حريص. تعال نشوف نمبر 8 بيقول لي وائل can speak English، يبقى أنا بوصف الطريقة اللي بيتكلم بها إنجليزي. طب يا ترى جود ولا ويل ولا باد؟ دي صفة ودي صفة، يعني انا عايز الحال ويل. تعال نشوف نمبر 9 بيقول اي كان رايد ماي بايك، انا اقدر اركب الدراجة. خلي بالك طبعا هنا بوصف الطريقة اللي انا بركب بها الدراجة، فانا مش عايز صفة،
انا عايز حال، فين الحال هنا؟ هتقول لي يا مستر بس دي كلها صفات، هقول لك ما هو مين اللي يمشي صفه وحال؟ هتقول لي فاست. تعال نشوف نمبر 10، بيقول لي ذا بوي از سبيكينج، يعني الولد بيتكلم. انا عايز اوصف الطريقه اللي بيتكلم بيها الولد، يبقى فين؟ برافو عليكم، politely، يعني بيتكلم بادب. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك بسرعه، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جايه ان شاء الله. ولو مش متابعنا من الاول هتلاقي كل الحلقات في صندوق الوصف من اول حلقه لاخر حلقه. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، واستنونا بقى بعد ما خلصنا فتره المراجعه في بدايه الدرس الاول في وحدتنا الاولى في كونكت 6. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. جود باي، السلام عليكم.